مش بحر مباريات الكبيره هذوم يخلقوا لك الحارس الكبير ويخلقوا وتخلق فيهم حارس كبير. اليوم ترجي نجم نقولوا ترجي اليوم يملك حارس مرمى يعني باتم معنى الكلمه. صحيح حارس يظهر لي مش للترجي برك، يظهر لي هذا مستقبل فريق الوطني التونسي برك الله عليه. في تصريح لطارق ذياب يقول لك تونس ارتاحت 12 سنه قدام عندها حارس في مستوى عالي. صحيح باش تجينا الفتره باش تعاود لنا الفتره نتاع توغا مع حارس في عمره هو توا السنه عدى الباك سبور باش يعدي الباك، معناتها المستقبل كله قدامه. ان شاء الله يا رب الحارس هذايا ما يتغيرش، ان شاء الله يقعد ديما مغروم بالكره ولكن عنده مستقبل كبير. انا نقول لك انا ما نغزلوش للترجي فقط، نغزل له لتونس هذايا مستقبلنا، خاطر عندنا المشكله نتاع حراس المرمى في الفريق الوطني، والمشكله نتاع الحراس ولات لنا مشكله جديده في تونس. معناتها معناتها تحب ولا تكره، شوف انت حط قدامك الجمعيات وكل وشوف حراس المرمى، معناتها ما خرجوناش الحراس اللي خرجوا قبل من طين تاع توقة وغير عطوقة. معناتها الحقيقة معناتها أنا فرحان لتونس بهالإنجاز هذايا، والترجي الرياضي التونسي أنا نقول لكم معناتها كنت تشوف إيش عندها بيبينيير في رو والأكاديمية نتاعها راهو شيء دوخ. أنا نتسائل فقدت وقلتها له للرئيس الجمعية قبل، قلت له يا رسول الله هالملاعبية اللي عندك في لي كاتيجوري كل تبارك الله راهو شيء يعمل كيف؟ جيت تشوف البطولات تلقى كادير بطلة جونيور كلهم معناتها وينو في السنيور ما نعرفش. توا كي نقول هذايا البرودوي معناتها برودوي بيور دو ليسبيرونس هذايا معناتها نتاع التكوين نتاع الترجي باش خلقوا هذايا. حويجة برك أنا الحقيقة أنا نحب التكوين نتاعو السيد هذا اللي بجنبي. إن شاء الله يكون مش تكوين نتاعو تحليل نتاعو نتبع فيه لأنه صحيح. ان شاء الله يا ربي التحليل هذايا حبيت نشوفه وانت تتدرب في الجمعيه، لو كان يتبع مع بعضه باش يكون من احسن. بطوله في رواندا انا ولعبت دوري ابطال افريقيا وهزيت بطوله في رواندا ولعبت نهائي كاس في رواندا. بالله هاي مع الجيش الرواندي انا كنت مدرب الجيش الرواندي العام الفرد فزت بالبطوله ولعبت نهائي كاس ولعبت دوري ابطال افريقيا. سلمونجي حكينا عليه عبد الستار سابقا انه متوج مع الفريق الرواندي في البطوله الجيش الرواندي وهز الكوب. هذه معلومه مش تعرفها. اسمعني شوف معلومه سلمونجي انت كوجه رياضي وانا هي معلومه سؤالك ممتاز جدا. حتى الشارع الرياضي باش يعرفوا ناس، فما ناس راهي تبدا تتجنب تو تحكي على مميش. انا مش نذكروا بوه طارق مميش لعب معنا في سكر انا رئيس 2009 والله عمره او طارق مازال حي عمره الوليد هذاك 5 سنين التيران تاع سكره مازال جديد وقت الترطون تاعو. بعد ما كمل اللي ترينا معنا طارق يبدا يستنى الوليد ميمي صغير 5 سنين قوندويت ويحطه في الكاج ويبدا يرني فيه ويبدا والله يضرب فيه ويعيط عليه يولي يبكي ميميش او طارق مازال حي. نقول له يا طارق صغير الوليد شنو يقول لي عربي انا نلعب معاك خلينا بالقدر هذا يا خاتي ولدي انا اقسم بالله راهو اذا كان هو علاش الوليد ديما يقول لك كان فما معناتها جراتها لطارق مميس بو والفضل الرب ساعه باش طلعوا كيف. اما خل نفهمك حاجه سي مونجي كلامك راهو صحيح على الترجي وعلى جميع الفرق. كيفاش لعبوه مميش؟ لانه بن شريفيه مضروب والدبشي وقتها ماهوش في احسن حالته تلزوا راهو باش لعبوه وراهو 20,000 ملاعب في اي جمعيه ساعات يطلع يتلزوا يلعبوه يشد بلاصته. جمهور الترجي زاد فرضه في وقت من الاوقات. اي ما فهم خفهمك حاجه. فرضه فخري. يا ولدي هما لعبوه يصلح رايك لعبوه في بالهم يسدوا في بلاصه وكلعب وكاولوا لا يدلعوا. ولا شو العربي عربي وصلنا في وقت من الاوقات راجل مش انت دب في حارس مرمى. اي نقول لك نقول لك عندهم يا سيدي الويش مش ما نكذبوش. المدربين بيدهم يبداوا يرانيو في 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 شو اسمه في شو اسمه الدبشي ويرانيو في معز بن شريفيه وهو تقريبا اخر واحد. وانا مره عرضت بونا قام تغش على الحكايه ذي ماهوش ترينا مليح. لا يا زينه ما فماش شوف مهما يكون يا ناس راهو عندنا مواهب راهو ساعات مكره هنا خاك بطل راهو ساعات انا كي تلقى جمعيه فارسه نفرح لان مش تلعب ولادها
اك العام نادي صفاق سياسه تشامبيونز ليغ بالعمدوني والفرجاني ودرا وكلها فخر الدين ملقطه من كل بلاصه وعملت يا خويا لعب واعطيه شويه وما تمشي اليوم اكيد وقت اللي الجمعيه تعطي حق اولادها اليوم ولد الجمعيه فين 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 الديفيرينس راهو باراد الباراد اللي عملوا ماميش في المباراه الاخيره نجم يكون باراد تشامبيونز ليغ يا ياسر المنجي فين 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 الديفيرينس الديفيرينس في شخصيه اللاعب الراجل هذايا وكانه ماهوش يلعب كانه يلعب في الحومه ميهموش الراجل ما مالوش لا مفجوع ولا شد كوره عادي اوصل وجهه عادي طفل شيخ يلعب شيخ هوني فما برشا ملاعبيه العايب الوليد العايب ما مشاش لتركيا حبوا يهربوها هذه الفراد نتاع ميش ما مشاش حبوا يهربوه لتركيا ورجع له شو اسمه العايب العايب زكريا العايب عندنا برشا مواهب برشا مواهب مش حتى في الترجي حتى في الاطوال حتى في النجم حتى في النادي الصفاقسي انا ولو انه تعجبني من احسن الجمعيات في الفورماسيون راهي المرسى والله مرسى تعجبني الفورماسيون عندها تقاليد كبيره ياسر ماذا بينا اخويا اعطيو لك الاولاد الصغار تو تربحوا برشا فلوس برشا فلوس تربحوا ساعات يجيبوا لك ملاعب وهنا شغل التوانسه عندنا هوني علاش انا توا المدربين التوانسه اللوم عليهم بكل صراحه يلوج على النتائج وديما يمن بك الخرد تي توا هكا هكا يعقل انا في الناسيونال يعني في ملاعبيه في الاربعه الكبار ملاعبيه تلعب عمرها 38 39 سنه هل يعقل هكا تو تحب هكا يا ولدي والله يبدا رونالدينو وبنروحش الدار برا نلعب في ديفيزيون 2 3 شو 39 سنه في الناسيونال راهو هو ذكي يلعبك على خاطره هاو يعرفوا المدربين تراه يعطي باسيت ويعمل يلعب فيك على الريتم نتاعو ما نجمش يهز الريتم لعبوا كل الولاد الصغار يا ولدي لعب قمر ناحيه ليك ولا قمر ولعب الولاد الصغار تربح هذه هي المشكله ان شاء الله عربي اكيد يجي نهار تتغير العقليه هذه انا باش نحل البارونتيز لاني البارح برك في حمد الف سمعت اللي الملاعبيه مقرفين ايوه مقرفين دو سيونس دو سويت ويلعب مع ولد الليل نهار الاحد قابلت انا الحقيقه شنو مقرفين؟ قال لك سمعوا اللي الجمعيه عندها فلوس وما خلصتهم سمعوا اللي عندها فلوس واكثر من هذا قالوا لهم احنا هنا في ديارنا وقت اللي توجدوا الفلوس عيطوا لنا الاكثر مشتر من الملاعبيه ما همش ولاد حماوش ولاد الجمعيه صحيح باهي جاء السيد اللي يحدث فيه في الموضوع قال شنو الحل؟ قلت له الحل سهل ياسر السنه ما فماش طلوع انساه الطلوع في الوضعيه هذه اللي انتم فيهم وصلتوا اللي تاريخ حمنلف وسخوه للدرجه هذه اللي حمنلف الجمعيه الكبيره من عام 44 اليوم جاوا هذوما دي ميرسونير جاوا وسخوا الجمعيه هذه وقلت لهم اسالوهم قولوا لهم انا الجمعيه اللي خالصه نحي وريني الجمعيه اللي خالصين ملاعبيتها 100% هذه الاولى ثاني حاجه قلت له هذوما سي دي ميرسونير ناس كيما في الحرب يشريوهم باش يحاربوا ياخذوا مقابل ما تخلصهمش ما ما ما, ما يحاربش هذوما كيف كيف ولهذا مشيوا للسكوار حطوها وهي تمشي تلعب واخسروا حتى 20 مثال اما خشمنا في السماء ما تايحوا الناس هذوما لان تو نكلم فيك انا مريض مريض اللي كيفاش وصلوا الجمعية يا رسول الله دو سيونس دو سويت راهو نهار ثلاثة نهار الأربعة ما ترناوش ما مشاوش ما مشاوش جملة قبل قرفوا ما يمشيو للتراو ما يحبوش يلعبوا ما يحبوش يترناو تو بدلوا معناتها زادوا قواو أنا في ديارنا وقت اللي تلقى تجيبوا الفلوس قولونا للأسف حمل في هرم كبير وغير مقبول إنه يصير هكا في حمل جمع لعبوا ليك صايب عليكم الكبير قلت له جيب الاسبوار لعبوا الاسبوار ما تقعدش تحت رحمتهم وهما كانوا بالمجد ملاعبيه وريوني كيفاش يلقاو جمعيات واضح اكيد منجي بحر بحرقه كبيره على جمعيه حمام لنف ان شاء الله ان شاء الله اكيد الاداره والمؤثرين في حمام لنف يسيطروا على الوضعيه اللي من غير المقبول انه جمعيه في قيمه حمام لنف توصل للوضعيه هذه وبرشا كما قال عربي سنغريه برشا جمعيات كيما حمام لنف لحد الان عايشين وضعيه ناحيه يمكن جمعيه ولا زوج